يعقوب هو ملك القلوب، السير صاحب المكانة الرفيعة بين أطباء القلب في العالم. ولد في نوفمبر عام 1935 بمدينة بلبيس في الشرقية لعائلة تنحدر أصولها إلى المنيا. درس الطب بجامعة القاهرة، وفور تخرجه انتقل إلى بريطانيا ليعمل بمستشفى الصدر في لندن. أصبح طبيباً متخصصاً في جراحة القلب عام 1969، ونجح في تطوير صمام القلب باستخدام الخلايا الجذعية. دخل موسوعة جينيس بفضل جراحة أجراها لمواطن بريطاني ظل يعيش لمدة 33 عاماً بقلب منقول. منحته الملكة إليزابيث لقب فارس، وحصد العديد من الجوائز، منها وسام الاستحقاق من بريطانيا وقلادة النيل العظمى من مصر. رغم شهرته العالمية لم ينسى بلده، فأنشأ مركزاً لعمليات القلب في أسوان. ولم تنسه بلده، فصنعت له تمثالاً في أسوان وآخر ببلبيس.